زيوني. يلا حبيبي قوم، خل اروح للدكتور، عميت عيني. يلا قوم قوم، يلا مريض بالفراش، صار لي يومين على هاي الحالة. يلا زيوني قوم. والله احمل العظيم، اجنحه. والله العظيم ما تتخيلون ايش قد مريض صار 3 ايام. يلا امشي، خل نروح للدكتور. طشيت انت وقعدت من النوم، وراح نروح للدكتور. يلا امشي. شلون دكتور؟ راح اقابله هسه. مو دكتور. زين تنكوستر. وبعد ورم، بعد ورم صاعد حتى على عين، هذا كله مورم بلا عين، ما اقدر احرك. المهم مريض، كلش مريض. تعبتكم. تعال تعال. مستشفى ولا مضمن؟ ثيناتي. شنو ثيناتي؟ مضمن مضمن. يلا هذا هو. طبعا هسه وصلت لابو حيدر. حيدر مضمن. حيدر مضمن. خطيه بعد هاي تجي خطيه، شلون تعبان؟ جاي شوف. والقران انا منتهي نهي مو طبيعي. خاف من ابو حيدر. انا هم خاف من الابره. من عنده جاي خاف منه واحد، شلون تريد نروح؟ تعال صح. واحد مو ابو حيدر يشفيني.